ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. تذكرة الحفلة مرة غالية وبصراحة ما يمديني عليها. والله كلنا ما يمدينا عليها، بس أنا عندي الحل. وشو؟ طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ يا خدي ما تفهمين، أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا، شيليه من راسك. أنا أخليك تروحين حفلة؟ ما راح أخليك تروحين حفلة لو على جثتي. بس أنا أحب عبد المجيد. نعم؟ أحب أغانيه مو هو شخصياً. يا شو؟ الله يخليك، خلنا أحضرها مع صديقاتي. أنت ما تفهمين، حفلة ما فيه، انسي الموضوع. وين مدرسة بنات دي؟ أحبك. خلنش متحمسة زيادة يا أختي. مو شغلك. مو شغلك. في عز ما كنت أهوجس فيك أخوك رجلي لبابك، جيتك وأنا ما تكرني، بس أذكرني كذا. الله اسمعني. اسمعك. لا ما اقصد كنا، الاغنيه اسمها اسمعني. الا انت من جمهور مجيد؟ لا لا انا من جمهور الشباب. الشباب هذه الاغنيه هذه احبها مره. تدري انها من الحان المبدع سهم؟ سهم ياسر القحطاني، كنت اتمنى انه يلعب في نادي الشباب. وأبغى أقول إني أحبك وإنت لسه اللي عشقتك، قبل لا دمعي غير وجهك اللي بك. هاي آمر، شخبارك؟ أنا ما يجهرتكم في استراحة أربعة وبيك تصور الحفلة في سنابي بليز. لا يا شيخة، دافع تذكر ب500 ريال وتبين أصور لسه؟ أقول دزي أمها. مين اللي دز أمها؟ ها؟ مين اللي تزمها؟ لا أنا ما أقصد واحدة بالسناب، من بلمس. إيه أشوى. أكفوش عامر، أنت بتتحرش بالفتيات حتى لو كان لفظيا، ترى بعدين كلبوش تم القبض. أقول تزمها أنت وياها، مسوي فيها يعني؟ أنا ما أهم. بحول لك 500 ريال، بس تكفى تكفى صور لي ونزل قصتي وفي الخريطة وحط سنابي. أتحداك ال500 ريال، يعني الحين التذكرة طلعت بلوشي. أموت فيك يا مجيد. هلا والله بجارتنا مي، أبشري بعزس، ما طلبت شيء، ما لس إلا ترسلين لي اليوزر ولس أحلى حفلة أسوي لس فيديو كليب إذا بغيتي. بنات بنات، تخيلوا مي حاضر الحفلة. ايش؟ لا 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 مستحيل مستحيل. اي والله هذا حسابها، تعالي شوفي هي ولا مو هي. قايلت لكم من قبل البنت هذه حقوده وحسوده ومصلحجيه بعد، ما صدقتوني. وريني وريني. احبها. بنات خلونا نشغل التلفزيون يمكن تطلع بين الجمهور، شكلي معاها الجوهره.
عبد المجيد احبك. وانا بعد صدقني ما يصادق يا بعد قلت لهم الف مره لا 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 يا مجيد نبي قديم ألف مرة مليون مرة غناها يا ليل جمهور 2016 أقول اسمعي ترى أنا مجيدية أكثر منك ومجيد ضايفني في تويتر بعد يا بزر أنا أسمع المجيد من قبل ما تولدين أنا بزر أنت أدو أشكالك كيف تمد يدك على مين؟ كيف تمد يدك؟ كيف تمد يدك أصلاً؟ كيف؟ كيف تمد يدك علي؟ إذا أهلك ما ربوك أنا ربيك تفهم ولا لا؟ مريم خير إن شاء الله قلة أدب الحمد لله والشكر بعد كل قوة عيني وبجاحي مد يدي بعد شغل لو اجلس اجلس ضغطي وعقالك ماني مرجعته عيوني بالله يلا انقلع حماس تقولين ما انت مرجعته مو شغله اوكي نصور بعد لا 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 ركزي في الحفله يا روحي يا مجيد انا من قبل اعرفك تعرفين مين؟ وش اللي تعرفين مين؟ جالسة أغني مع مجيدي مجيدي؟ ريموت هاتي يلا قومي 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 سودي عشاء يلا بس مو وقت عشاء الحين مزاج أنا جوعان أبي أكل وأبيكي أنت اللي تطبخي أبي كبسة لحم يلا قومي الشغالة ما بيها تقرب المطبخ قومي مجيدي وبزلطة بعد أنا في البداية كنت بحذف مقطع المضاربة اللي صورته بس جاني عليه تعليقات وتفاعل وجاني بعده 10,000 متابع شكراً يا عامر شكراً أقول لا تتأخرين بس علي بالحساب أوكي؟ كلمتها قلت وينك بعد الحفلة ما شفناك قالت عندي تغطيات ومدري ايش اخلصها واجيكم الله يا الدنيا عشان مقطع مضاربة في حفلة مجيد اشتهر سنابها وصارت تسوي اعلانات وتغطيات يا شيخة الله يرزقها لا تحسدينها ثانية يا ابوي فاتك نص عمرك فليناه صح والله بسط وهزوست شي فاخر من الاخر والله لو انكم حاضرين العزازي هلا والله بالحوالة اللي توسع الصدر اطنخوا يا عيال من قال غدا انا كلهم تغدوا الا انا ابشر بعزك يا كفته وش بغيت بس كفته ام عاد كفته دجاج ولا لحم لحم كل روحك شوف انا عندي تغطيه لثلاث محلات ذا الكوفي وخلصت منه بقى اثنين مشغل نسائي بالدمام انا بصوره والمحل الثالث اللي ابيك تغطيه هو محل عبايات طيب ورا ما ترسلين احد البنات لا معلش ما بي ولا واحدة من البنات تتدخل بشغلي الخاص 1500 تبي ولا بكيفك 1500 ايه اعتبري الموضوع منتهي دز اللوكيشن على الواتساب بنات. إيه أنا قلت للبنات مستحيل ما يتسويها وتسحب علينا بس صراحة كفو عليك دعستي في السناب والله لو لله ثم عامر ما دعست في السناب وللمعلومية يا بنات ترى يغطي لك أي شيء وبخشم الريال يصور لك وانتي في بيتك وابد اكشخي على العالم أوه والله جاب وقته وهذه طريقة البزنس بيعطوني 150 100 لي و50 لكم طيب ليش أنت 100 وإحنا 50 ولا تزعل أنتم 100 وأنا 50 اتفقنا؟ اتفقنا سلام عليكم يا طيب هلا وعليكم السلام ما شاء الله تبارك الله هين عليك باردة الصلاة على النبي مرتب مؤنتك وجهك نظيف لبسك شياكة أكيد السيارة الفارية هذا المرسيدس حقتك
لا يا اخوي انا معي الاكسنت هذيك. ليه امرني في شيء؟ بغيت شيء؟ خلاص روح روح يا شيخ روح. طبي كده طبي كده. وجو وجو غني بس طلع فقير. والله ما زاير خداع اقسم بالله. اللهم لا شماتة، هذا باين عليه فقري مرة، حتى حق الغدا ما عنده، فقران كحيان مرة. التسول ممنوع، الله يعطينا ويعطيك. لا يا طيب، انت فهمتني غلط. أنا أول حاجة أبغى تحللني وتبيحني لأني أغتبتك. نمرة اثنين أنا أبغى طلب غير الفلوس. أي وش تبي؟ أمنية حياتي أركب سيارة مرسيدس وأصور سناب. أشبر بخاطري، أشبر بخاطري يا طيب. حيا أقول لك أبو الشباب، ممكن معليش تشغل لنا أغنية ماجد المهندس يهزك الشوق؟ أنت ما حد هزك بكف على عينك، طلباتك زادت. يوه ما تهديها أهو. انزل هذا العطر مخلوط من العنبر والمسك وخشب الصندل والعود، كمان موجود فيه ورد بلغاري. طيب ما شميته؟ استنى استنى، مو عشان سيارتك كبيرة ازعجتنا. لو سمحت اخوي وراك ناس. نسيت الطلب اللي هو فلان مويه. معليش اخوي ما عندنا شيء في الكافي بذا الاسم. طيب اقول لك جيب لي شاي حليب. ما في شاي حليب اخوي، في بلاك كافي وفي كابتشين وفي فلات وايت وعند. ايوه هذه هي اللي قلتها، فلات. فلات وايت؟ ياوا هذه هي. تفضل اخوي. مشكور. وهذه لك يا شكش تستاهل. يجي بس تكفى عامر اعفيني من شيء اسمه تصوير سيارات فخمه وطلبات الاغاني للبنات، لانه من الصباح لين العصر وانا شغال فرفره فرفره في تركي الاول وفي التخصصي عشان ادور سيارات فخمه وبالقوه حصل. لا يا شيخ تتشرط بعد، انت حظك الطلب اللي يجيك تنفذه. اوكي وهذه لك يا كفته يا ابو الكفاتي، الزبونه تقول تصويرك البطل. يلا. ايه سلامات، اعطيك مزور انا مثلا ولا وشو؟ حطه بخباتك. وهذه لك يا شكش حق التصوير الكافي بعد. مساكم الله بالخير يا عيال. وش ذا الشغل يا ياسر؟ ليه وش فيه؟ استهبل انت وجهك؟ مطلع يدك كلها شعر في اعلان العطر؟ نكبتنا مع العميله مي ونكبتها مع اهلها، بالقوه حولت لنا الفلوس. الحين التصوير المي جارتنا في الاستراحه، كنت احسب الوحده ثانيه يا ابن الحلال. لا يا شيخ، وش يفرق يعني اذا المي ولا الغيرها؟ الشغل شغل ما لها دخل، خليك رجال ومركز ثاني مره يا درج. تعال. هذه 50 ريال، خصمت عليك 50. علشان ثاني مرة ما تفهي. خذ بوس للزهر. يا ابوي شكله زعل. وش اسوي له؟ طويل واهبل، خله يركز في الشغل. انا في الشغل ما اعرف اخوي. انت معلم داري. اسف لاني احرجتك، وبيني وبينك ما جت على بالي. ايه انت احرجتني عند متابعيني يا غبي. احمد ربك اني رجعتها وقلت لهم ان اخوي هو اللي شرى العطر هديه وصور لي. طيب خذي. وش ذي؟ هذه 50 باقي لك 100، قيمه الاعلان اللي سواه عامر. سلامات 50 و100، انا معطي عامر هذا الاعلان 1000 ريال.
مساء الخير. يا مساء النور. ايه واقول لكم عزمتنا بكره على العشاء. سلامات مي، ايش فيك؟ من ياسر ذا المنحوس لاحقني لين باب الاستراحه عشان يعتذر عن تصوير اليوم، وهو يبي يعطيني 50 ريال. المهم ما علينا، مين اللي عزمتنا اليوم يا بيان؟ الجوهره عزمتنا كلنا على العشاء بكره. خلاص حلوين، بكره نجتمع هنا بعد العشاء ونروح بسياره واحده. حلو. صبوا له فنجان عالي العال عقب الغضي لا تغسلونه، صبوا له فنجان عالي العال. قاعد تسوي انت؟ احس السياره وسخه فقلت انظفها. لا يا شيخ، دايم تصل الصبح، وش معنى الحين؟ وش عندك؟ صبح ولا ليل، اهم شيء السياره تكون نظيفه. اقول راح اقلع. يلا يلا. حن الغريب ورجع لأهله، أعود مع الغيم لأحبابه، هب الهوى وقام يندهله، حي الشتا وحي ما جابه، أقبل وكدنا على مهله. حلو وين يا الحبيب؟ البيت ترى فيه محارم. أقول خليك ساكت بس كمل شغلك. وين ماما؟ وين ماما؟ أقول احترمي نفسك، وترى أنا صاحب القصر هذا كله وزوج الجوهرة. معليش و انا اسفه صدق، يعني قاعد تغسل انت يعني ما ادري والله. انا اسفه صدق، اسفه. الحمد لله شفتوا بعينكم، عشان ما تلوموني اذا ما زرتكم الاستراحه. والله ما لومك، هذا زين يخليك تتنفسين. معليش يعني انت مو بس قطعتينا، حتى سناب انقطعتي عنا من تزوجتي. كيف تبيني اصور وانا في البيت 24 ساعه؟ لا والبنات يكلموني ليش ما تصورين، وانا اتفشل ما اقدر ارد. بس هذه يبيلها عامر. من حامل؟ ياهو، لك كم يوم زعلان ولا تجي الاستراحة ولا شيء. تبغى الصراحة، عامر من حقه يزعل. لا ترفس النعمة يا غبي، عامر ضحى وتعب وسهر الليالي، هو فرحتنا وسعادتنا. أخي أنت إنسان حسود. يا هطف أنت وياه، ماخذين مقلب في عامر. بعدين أنا ما جيت الاستراحة إلا لما دريت إنه هو مو موجود. أنا جاي أكب العشاء، اقرب انت وياه واسمعوني وش بقولكم. هلا بالزعول، ارسل لي شكش بالواتس انك بالاستراحه وجيت اصلح اللي بيننا. اسكت، كان بيقول لنا قصه حلوه. وش قصته انت؟ شو اخبارك عامر؟ ابشر بلعوض قدام العيال، جانا طلب تصوير من وحده كاش الكاش اسمها الجوهره، نبي نروح نتعشى ببلاش. سجل عندك واحد عشا باللوشي. مدري تحسين عادي ارسل لليوزر؟ يا بنت الحلال وش فيك خايفه؟ عادي كل البنات تعاملوا معه. بعد إذا خلص تصوير غير الباسورد وانتهينا. زين بسوي تخصيص لزوجي وبعدين أرسل العامر اليوزر. صالح وين الحين؟ ادخل مع ثاني لفة يمين يجي المطعم على يمينك. يا ابوي ايش الحياة الفخم هذا والسيارات الفخمة؟ احنا في أفخم حي فيك يا رياض ولا ايه؟ اهدى ها، لا تصير خفيف. هذا طلبه، تقول أبغى أفخم مطعم بالرياض، وصالح ما قصر دبر لنا. ولا حد زنا طاولة باسم الجوهرة، افسقوا يا عيال. هذه هي أرسلت، مرسل اليوزر حقها الخفيفة. حبيبتي وحشتيني. طلعت من البيت 12 صحن شاورما، 30 بروستد، 20 ششطاو، 10 كباب، 22 حمص، 30 متبل، 3 بابا غنوج، كبنية عندكم 3، أوكي؟ يكفي كذا؟ يسد يا بي، الفاتورة وصلت حين حوه 3000 ريال. قال يا شرم انفخ، قال ما من برطم، إيش دخلك أنت ها؟ اسمع، خلاص، قفل الفاتورة وجيب لنا الطلب، يلا دزها. حاضر. دزها. حاضر. حاضر، أقول دزها. حاضر. مبسوط بعد، كنا هو اللي بياكل الطلب. اهلا وسهلا فندم، في حجز طاوله؟ لا ما عندي حجز الا ابي طاوله الجوهره. شايف حضرتك الطاوله اللي عليها الشباب دول؟ دي اللي حجز باسم الجوهره. هذا انت قلتها شباب، وين الجوهره؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش، ممكن تيجي بعد شويه، بس ده الحجز باسم الجوهره يا فندم. شرفتنا يا فندم. أتحداك المقبلات البطلة، الحين يجي أحلى تصوير لعيون الجوهرة يا عيال. أنت تعرف الجوهرة؟ إيه، لا،
انت ايش دخل امك؟ انا زوجها يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم. عطني من دنياك لحظه واترك الباقي لهم. وش في عامر؟ تاخر في التصوير. اول مره اتسنى باحد، بدخل اتاكد منه. تعالوا شوفوا بنات وش مرسل لي زوجي اللي يموت فيني. أشوف؟ وريني حبيبتي وحشتيني. الله كيوت. إيه مرة.